Hey guys, what's Bambi TV? So today we're checking out one of your competition, guys. This was actually recommended to me by someone on Instagram. So wise, if you recommend songs for me, guys, just send me the link on Instagram or drop it down in the comments below. I'm gonna check out more of amazing videos, guys. Like, I want to know more, especially about Muslims, guys. Like, I want to know more about religion. I want to know more about life. Like, I want to know more. This is not only a music channel only, guys. Guys, to come checking out emotional video of poor Syrian boy reciting why walking in a gas tunnel. Oh guys, this is actually amazing, guys. Well, I feel it's gonna touch my heart in a kind of way, guys. Guys, let's go straight into this. Yeah. هذا واحد، هذا الصوت واحد شغال وقاعد يشد. اسمع 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 الصوت، قرب قرب المايك، قرب المايك. اسمع اسمع الصوت، اسمع الصوت. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله طيب. ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا الصوت الجبار هذا؟ تسلم. لا انت تنشد؟ والله انا انا مار من هنا اسمع. انت كنت تنشد ايش؟ الفكر يا انسان لولا اطلقته. الفكر يا انسان لولا اطلقته. لو اطلقته. لولا أطلقته. لولا أطلقته. الفكر يا إنسان. قولها قولها. الفكر يا إنسان لولا أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له صبحا. انت دائما تشتغل وتنشد؟ دائما تشتغل هنا جوا الفحم هذا تكسر وتنشد؟ وانا خليتني والله عاوز اشتغل. ما شاء الله تبارك الله. حافظ شوية ثانية؟ قول. موطني ذلنا المعبد عيشنا
الله يفتح عليك ان شاء الله. الله يفتح عليك احمد. الله يحفظك ان شاء الله. انت تقول لا نريد، قل لنا مؤبدا وعيشنا منكدا بل نعيد مثلك. ينشد لا نريد ذلنا المنكدة، ذلنا المؤبدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. وهو يعمل في هذه الوظيفة. أنا أعذرني والله، يعني أنت أنشدت تنشودة يعني هي تتكلم عن أشياء عميقة جدا، عن الشاب العربي واللي ينادي وطنه بعيشة كريمة وغيره. فجاني منظرك وأنت تنشدها، يعني انت تنشد شيء والواقع شيء، فهذا اللي حزنني. فمعليش والله يعني، فالله يكرمك احمد ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. انت والله المعذره يا احمد. طيب ايش كمان؟ صوتك جميل ما شاء الله يعني. شو بدك تقرا ايضا؟ تقرأ القرآن لمن؟ لعبد الرحمن نسعد. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع اطلع اطلع. وين الباب؟ من تطلع من هنا؟ كيف تطلع من هنا؟ عبد الله في زيارة لواقع عندما تمد عينيك فيه وترى وجوه الأطفال تجزم أن كل بؤس الدنيا قد اجتمع وأقام في هذا المكان. واقع قتل معاني الضحك والتفاؤل والطفولة وبراءتها. واقع ترادفت عليه المصائب وتوالت عليه النكبات وتواترت فيه الأسقام، وانتهت معاني الكلام إلا من جملة واحدة: متى ننتهي؟ Whoa. Guys, this is so emotional, guys. Like, it's crazy. Wait. What I feel like, I feel happiness is free, like totally free. Like, if you want to be happy, you will be happy, guys. Because for him to be still able to praise God, guys, still able to smile like that, God, I'm happy, guys. Like, this video
made me happy. Like, I just became grateful, guys. This is good. Like, see why I want to check out more amazing things like this. Like, I cannot explain the feeling I'm feeling. Like, even being able to praise God and the happiness, the joy in His face is astounding, guys. It's marvelous. Guys, please leave recommendations like this, guys. I want to check out more amazing videos like this, guys. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. I'll see you next time, guys.